ربما بعض المسيرين تكلموا قال لك انا ما نبعثش وذا، وحنا يعني نتكلموا متفاهم. حنا يعني كما نقول باللغه الفرنسيه نسوم دي بارتنير با دي زادفيرسير، نخدموا كاع للكره الوطنيه للفريق الوطني والفريق تاعنا. كما نقول لك لان بعض الفرق اللي راهم يمدوا للفريق الوطني، بعض الفرق اللي راهم يلعبوا على البوديوم اللي راح يمثلوا الجزائر نفسي. يعني حنا هنايا باش نصيبوا الحلول بيناتنا، والفريق الوطني ما راحش ينقهاس وما راحش يكون، لان عنده الشبان ديالو ورايحين كما قلت لك نمدوا الفرصه لكل هاد الانديه هادو لكل اللاعبين هادو اللي باش ان شاء الله يبرزوا ويكونوا في الطالعه باذن الله. حتى الناس اليوم راه يقول لك علاش راه يعني عطلنا باش ما حطيناش المدربين فئات شبانيه. هاي الفئات الشبانيه كيفاش كنا يعني الاخر كنا نحطوا مدربين. احنا في الفئات الشبانيه مدرب مكون، ما بغيش يكون عندك مدرب مكون عنده كيما نقول الصفات هذو اللي رانا حنا نحاولوا باش نصيبوا هذا يعني الوصفات في المدربين.